الشتوية بأرز روم كانت كتير قاسية. كنا لما نروح على المدرسة الجبال حوالينا تكون كلها تلج. صح أنه لما نوصل على المدرسة تكون الصوبية شاعلة، بس كانت صوبية كتير صغيرة والدفي بس يلي قاعد بلزقة. بتذكر الأنسة كانت تقلنا المحبة هي اللي بتدفينا من جوا. كانت تقلنا افركوا إيديكم ببعض وحاولوا تدفوه. وتخلينا نقرب ونلزق ببعض. ولما نقعد هيك نبلش ندفى. لهلأ بتذكر كيف كانت تمرق علينا كلياتنا وتمسح على راسنا. وبعدين تسألنا بلشتوا تدفوا ولا لسه؟ ونجاوب كلنا سوا ايه أنسة دفينا. ونكون فعلا دفياني. حتى كمان كانت تحط بريق شاي على الصوبيا وتشرب كل البنات يلي بالصف. وتقلنا انه الشاي السخن كتير بدفي والبرد بيهرب من الجسم بعد كاسة الشاي. كاسة الشاي اللي كانت تشربنا ياها ما بنساها بحياتي. ما بعرف كيف ندفى مع انه برات صفنا بيكون كتير برد والتلج عم ينزل. رح صب شاي للكل وأنا رح ساعدها مشان كلنا نشرب وندفى. يسلم إيديك. ألف صحة وهنا. صار لازم أصلها لسانة مشان تعرف تحكي منيح. شايفة كيف خدمتك؟ هلأ هيك كاسة الشاي بتدفيكي من جوا ومن برا. شش، تعي لهون. لوين رايحة؟ شو حابب تتعشى؟ في شي معين ببالك؟ ليش شو خطر لك؟ اي صح، بدي خبرك شغلة، يعني في شي بدي اخد رأيك فيه. هلأ أويا كانت حابة تأجل الحديث بالسيرة مشان اللي صاير، بس أنا أصريت وقلت لها أنه أنا اللي رح أحكي معك بالموضوع. لأنه أنا برأيي إنه الحياة بدها تمشي. أكيد كلياتنا زعلانين مشان ريحان، بس الزعل مو هو اللي رح يحل الموضوع. وأويا ما لازم توقف حياتها. ليش المقدمات؟ هاتي احكيلي. أويا بدها تعرفنا على الشاب اللي بتحبه. تعرفنا على شاب؟ ومين بيكون؟ ما بعرف، ما قالت لي، قال بس لحتى يجي منعرف مين. وليش هالحركات؟ ليش ما قالت مين هو قبل ما وافق استقبله؟ بعدين هلأ الوقت مناسب لتعرفنا عليه؟ أبصر شو وضعه، حتى ما قبلت تقول مين هو. قلي لأنه هلأ الوقت أبداً ما هو مناسب.
لا ما رح أعصب، لازم لاقي طريقة لواجهها وما رح أكون ضعيفة. بس كيف؟ يلا ذكرك باسمي، تعرفي شو لقبي؟ احسن لك تعرفي، انا هون معلمي. لا تتحركي مشان ما تنجرحي، اسمعي هالكلمتين، لا تفكري انه بحركاتي رح تسيطري على هذا المكان، انا ما برحم حدا مين ما كان. بعدي عني. شايفتك عم ترشفي وخايفه، من شوي كان صوتك طالع، فكري بحكيك الفاضي رح تضحكي عليهم وتسيطري على المهجع. لا ما حذرتي، لأنه أنا موجودة وأنا هون لأقطع لسان أي وحدة تتمادى مثلك. عم تفهمي؟ فهمتي ولا لا؟ جاوبي وليه؟ عن جد شو عم تفكر؟ كيف شخص ما بعرفه بده يفوت على بيتي؟ لا تعرفك عليه، أويا مو بنت صغيرة ومن حقها تعيش حياتها، وبصفتك أخوها بدها تعرفك على الشخص اللي بتحبه. ريحان بالسجن وأمير منهار وكلنا متضايقين، وهي بدايانا نعمل عزيمة عشاء ونقعد رايقين يعني؟ طيب معك حق، كلياتنا متضايقين على ريحان، بس على قليلة تعرف عليه. مين الشاب؟ كأنك بتعرفي مين هو. ما قالت مين هو. عم تقنعيني كل هالقد وما بتعرفي هو مين؟ مو غريبة؟ ما قبلت تقلي، قال منعرف مين هو بس لحتى يجي. هاي حركات أويا ما بتتغير، بس أنا ما عندي وقت لهي الولدنة. كيف يعني هاد آخر كلام عندك؟ أكيد ما بمزح، أنا خلص قليلة مثل ما قلت لك، هذا الموضوع مو وقته هلأ وماني فاضي فكر فيه من الأساس، برأيي إنه في شيء أهم بكتير. ما سمعتي شو عم بسألك؟ جاوبي ولا فهمتي ولا لا؟ بنصحك تكوني فهمتي، لأنه خلقي ضيق وما بحب يلي ما بيفهموا، وإذا بترجعي بتغلطي. شو رح يصير وقتها؟ ها عن جد كتير حلو هالسؤال، ناوية ترجعي تتمادي وتتواقحي، مو حابة ترجعي تشوفي جوزك؟ ليش شو دخلك فيه؟ شو علاقته بالقصة؟ العاشق المسكين بحبك وعم يحاول كتير ينقذك ويطالعك من هون. بصراحة واضح كتير إنه بحبك، بس تخيلي صدمته مثلاً، يعني إذا قتلتك وطلعتك جسة أكيد ما رح يقدر يتحمل ورح ينحرق قلبه. الناس يلي هون مانن خدم عندك، أنت شو مفكرة حالك؟ لا أنت غلطانة، كل يلي هون خدم عندي وكل شغلة موجودة بهالمهجع أنا يلي بتحكم فيها. حطي هالكلمتين حلقة بإذنك، يلا روحي ولا تسمعيني صوتك، انقلعي. ايه فهمت، بس الا ما يكون في شي وسيله لحتى نلاقيها ونوصل له. كاميرات المراقبه ما سجلت شي، ممكن يكون في بالشارع كاميرات لقطه من شي زاويه مثلا، ما بعرف كيف، بس لازم نلاقي حل. ايه طيب اذا صار شي خبرني. أمير لازم تريح شوي. ما بدي ضيع ولا دقيقة واحدة، ما في وقت للراحة. الحق معك، بس لازم ترتاح لتقدر توقف على رجليك، لا سمح الله هيك رح تمرض. ما تاكلي همي، ماشي حالي. لا تعمل هيك، لنقدر نساعد ريحان لازم نقوى ونتماسك. بعرف ما في وقت، ارتاح نص ساعة على الأقل وبعدها أنا بفيقك، ما بتركك أكتر من هيك، تسطح شوي. ماشي.
شو؟ طولتي؟ غسلتي عايدك؟ ايه طبعا مانك متعودة، صعبة. عملت لك شي؟ كل ليلة بدنا ننام جنب بعض لأنه بدي أتصبح فيك دائما. بدك توعدني. أصلا هذا أكتر شي بتمناه بالدنيا، إني فتح عيوني ولاقيكي جنبي وما تمرق ولا ليلة علينا ونحن بعض. كل اللي بدي إياه إنه نكون سوا. شو بدي أعمل؟ لازم لاقي حل وطالعها من السجن. آخ آخ، ليش هيك المصايب بتيجي كلها مع بعضها؟ القاضي لازم مجرد ما يطلع بعيونها لريحان يعرف إنها بريئة. هاد هو المفروض. القاضي لازم يكون شخص ذكي. إن شاء الله عن قريب رح تبين براءتها وتطلع. أكيد أمير وكمال كمان رح يعملوا كل جهدهم. إن شاء الله خير. شو الأخبار عندك بالبيت؟ إمتى موعد التعارف؟
ناطر خبر منك. نارين حكت مع كمال ولا لسه؟ ما بعرف، بس المفروض تكون حكيت. أكيد كمال عصب وما تقبل الموضوع، مفكرني عم بتولدن. ليش يعني؟ إيه لأنه أنا إلي سوابق كتير. إيه بس أنا حاسة إنه هالمرة غير، وحتى لو صار مشكلة حبيبتي نارين رح تحله ورح تعرف تقنعه. طمنيني نارين، حكيتي مع كمال؟ خبرينا على السريع شو قال لك؟ كنت بدي أحكي معه بس كان مشغول كتير، رح لاقي وقت مناسب وحاكي. أي ساعة بيناسبك؟ تمام، يعطيك العافية. الاتصالات ما عم تهدى اليوم. شكل القصة رح تزبط عن قريب، نارين رح تحكي مع كمال وتحل الموضوع. وصلك خبر ظريف؟ ايه هيك شي، كنت عم زبط شغلة وهلأ بلشت تزبط، يعني نتائجها صارت قريبة كتير. الله يختار لك الخير. بدي وصل هذا لعند المحاسب. بلش الجد، خلص وقت اللعب هلأ، والأيام الجاية كلها مفاجآت لإلنا كلنا. بسعلتك معلمتي، كأنك قصيتي لجناحاتها. ايه يعني مثل العادة ربيتها. وبعدين مع هاي شربي بلكي بتهدى السعلة. يسلم إيديكي، صايرة عم بسعل كتير. قلي لهم ياخدوكي على المركز بيعطوكي دواء. مشان الله بلا المركز، أنا تعبانة مو ناقصني مشاكل. معلمتي شكلها بدها تصير دكتورة هلأ. ايه منتفرج ومنشوف الدكتورة، بس أنا حذرتها ونبهتها خليها لشوف تجرب تغلط. غريبة، كأنها هالبنت مجنونة ولا أنا هيك حاسة؟ أنا بعرف ربيها ما تاكلي هم. قلي لي عشو ناوية؟ أنا بقلي بوقتها. يعني أكيد هاي الكاميرا مو مسجلة شي؟ مو شغالة. طيب بلكي الشركة اللي ركبتها بتعرف الطالع منها شي. شو عم تقول أنت يا أخي؟ اصلا هي من سنين ما عم تسجل وحاطينها هيك بس للمنظر. كنت بتمنى لو اقدر فيدك. من كم يوم اجت الشرطه وسالت وهيك جاوبتهم كمان. هي الكاميرا مو شغاله من زمان. خلص ماشي. طيب بدي اسالك بعد اذنك، انت بتعرفه منيح ليوجال؟ لا يعني شفته كذا مره هون، في بيناتنا سلام مو اكتر من هيك. اصلا هو من جديد بيشتغل بالمحل. إذا بدي أكون صريح معك، صاحب هذا المحل طبعه صعب كتير وما في شغيل بيتحمل يقعد عنده أكثر من شهرين. شكراً أخذت من وقتك. ست هاجر، يمكن حاجتك راحة ومياعة. تفضلي فرجينا فتلتك. شو هدول؟ شو بدك ياها تساوي؟ ايه معلش لا تواخذينا، طبعا انت جاية من غير دنيا ما بتعرفي. طيب انا بعرفك،
هذا سطل وهي ممسحة. ليش هيك عم تطلعي؟ قومي نبري يلا نطفي التواليتات، المعلمة نبهات هيك أمرت. مانك شايفة وضعها؟ كيف بدك إياها تشتغل؟ كأنك ما سمعتي؟ هاي أوامر يعني، طلعي من الموضوع. معلش أعرف وين ضميركم؟ خلاص مشان الله ما بدي تصير مشكلة بسببي. سمعتي؟ تعلمي من رفيقتك، يا ريت تضبي تمك وتقعدي. كيف بدها تنظف وهي بهالحالة؟ إيه ما في مشكلة، وبما أنك حنونة تفضلي حضرتك نطفي بدالة. شو؟ ولا ما بتعرفي؟ ولا خايفة على أظافيرك؟ يا أما بتروحي وبتنطفي بدالة يا بتخرسي وبتتركيها. خلصوني يلا يلا. خلاص تركيها، خليكي هون أنا بنظفها. لا ما بصير ما بقبل. قلت لك اقعدي أنا بنظف عنك، لازم ترتاحي. يلا يا حنونة فرجينا شطارتك. الشرطة عم تدور بكل الطرق لحتى توصل له، عيلته طلعت بقونيا. عم نشوف وين كان يشتغل من قبل، لهلأ ما في معلومة، بس التحريات مستمرة، أكيد رح نلاقيه عن قريب. وأنا سألت المحلات اللي بالمنطقة ما عطوني ولا معلومة مفيدة غير اللي قالته الشرطة. الكاميرات ما عم بيسجلوا وما في بإيدنا أي دليل مفيد. هيك ما بيمشي الحال، لازم نتصرف بسرعة. بعرف قديش الموضوع صعب بس بدك تهدى، إذا اليوم ملتقى بالنهاية أكيد بده يلتقى. إيه بس الوقت عم يمرق، لازم اليوم أوصل له، ما فيني أترك ريحان بالسجن. اسمعني، بالأخير بده يلتقى، بس شوية وقت. رجع على البيت، انت لازم تريح وتنام شوي لحتى تضل قوي. ريحان هلا بحاجة قوتك. أمير، ريحان أكيد رح تطلع. أنا عندي اجتماع بعد ربع ساعة، بستأذن. ما عم بقدر ارجع على البيت، ما عم بتحمل اقعد بدونها. انا مو بس ما فيني نام بدونها، انا حتى ما عم بعرف اتنفس. وهي شو وضعها؟ يا ترى كيف عم بتنام وشو عم تاكل؟ تعرف شو أصعب شيء؟ مرتي مظلومة بالسجن وأنا واقف عاجز هون قدامك. صعب الشعور بالعجز، كان المفروض أني أحميها من أي أذى. أنا وعدها أني أحميها، وعدتها وما وفيت. رح توفي بوعدك ورح طالع من السجن. بكرة عندك زيارة. لسه بدي استنى لبكرة؟ كل لحظة عم تمرق علي كأنه دهر. كيف بدي اتحمل ما بعرف. يا ريتني على الأقل بقدر اسمع صوتها بس لأطمن، بلكي بهدى شوي.
شايفة حظي؟ والله اليوم شكله ناقشة معي. الحظ معك اليوم، شكلي أنا ما رح يطلع لي معك. الشغلة مو بس حظ، بدها معلمية كمان. على فكرة أنا معلمة بكل شي مو بس بالطاولة. ما عندي شك بنوب. يا أهلين بالملاك. شو اشتغلتي؟ نظفتي منيح؟ شكرا كتير. تكوني طرشتي، عم بسألك بتجاوبي. شو هالوقاحة هاي؟ ما عم تسمعي؟ عم بسألك شو انقبرتي اشتغلتي؟ ليكي لما بحكي معك بتجاوبي أحسن لك. العينتين غاوية مشاكل. معلمتي خلينا نعرف نربيها. رح أعطيها فرصة مشان ما تقولوا عني ظالمة. قومي وقفي لأني ما سمحت لك تعدي. قومي، لسه بدك تنطفي المهجع كله ووجبة العشاء عليكي. بدك تعملي لنا أكل لإلنا كلياتنا. بما إنك ما وقفتي معناها تعبتي. نامي وريحي شوي وبنعمل لك مساج. هاجر رفيقتك بتكمل عنك. طيب هي اتركوها أنا بكمل. كان لازم تلعيلي قلبي من الأول. قومي، أنا ما بعيد الحكي مرتين، عم تفهمي؟ أكيد مشغول بالك على حبيبة قلبك. يا ترى كيف رح يكون وضع بالسجن بين المجرمين؟ لا تطلع فيني هيك. ذنبك وأنت بتتحمله. لو حضرتك ما جبتها ودخلتها على حياتي كانت لهلأ لساتها قاعدة بضيعتها ومبسوطة. أنا حذرتها أكثر من مرة، بس هي بنت عنيدة وأنا ما حدا بالدنيا بيعاندني. تفضل. ست جاهدة، نظفت السيارة منيح، هلأ أغسلها مرة تانية. مرة تانية؟ بس أنا ما عم تسمع؟ أغسلها مرة تانية. ريحان تركتكن على راحتكن كتير وهي أخدت وش، بس هديك الأيام انتهت وراحت. مثل ما بدك. سفر. مريني. بعتلي نيجار بسرعة. حاضر فورا. شايف ما أحلاهن؟ هي رجعوا كلياتن يسمعوا أوامري بدون ما يتنفسوا. فوتي. سفر قال لي إنه بدك ياني يا خانو. شو هالقهوة اللي عملتيها؟ ما إلها جنس الطعمة. عملي غيرها. خدي يلا. تكرمي. بعدين بتبلشي بشغلك. بدك تنظفي كل البيت شبر شبر. إذا بفتح غرفة وما بلاقيها منظفة الله يعينك. كيف يعني بدي لحق؟ ست جاهدة نهار ما بيكفيني. على القليلة بدي حدا يساعدني. بتحبي جيب لك خدامة تشتغل لك وتخدمك؟ بدل ما انك واقفة عم ترعي تحركي بلشي شغل. ايه بس انا يا ربي دخيلك بدها تجلطني. الشيطان عم بيقلي بدل ما ضيع وقتي بالحكي معك قلعك وارتاح منك. ماشي يلا
بس أنا رح طول بالي عليكي. طيب وبلكي ما لحقت؟ حتى لو ما نمتي القصر بدي لاقيه عم يضوي ضوي، عم تفهمي؟ تحركي من هون، روحي بلشي بشغلك. ايه اسمعي، اصحك ادرى انه مليكة ساعدتك، تشتغلي لحالك. شايفتها عم تسمع الكلمة وتربت؟ حتى لو راسها كبير آخر شي بيتكسر. طلعي كل الوقت بتتذكر لي جوزة وتضحك. يمكن مو جوزة، يمكن تكون هي وحدة مجنونة. ما بهمني تصطفل. كتير اشتقت لك. بعد بلا ما يجي حدا. ايش تنكب الشوربة؟ ايه تنكب. اذا حدا شافنا بتصير مشكلة. خلصنا. طلع من المطبخ. انت هيك عم تلبكني ورح تنزعلي الشوربة. طيب طيب حاضر. بعدين عم بعمل الشوربة لإلك، بدي اياها تطلع ظابطة. هي لإلي معناها؟ خليني دوقها. طول بالك، سخنة كتير، انتبه. طيب استنى دقيقة. طعمتها بتاخد العقل، بس أنا اللي ياخد لي عقلي اللي عملت الشوربة. بدي اقول لك انه انا بحبك بجنون وبموت فيك. ألف الحمد لله، وأخيراً متنا من الجوع ونحن ناطرين. مع الوقت تتعلم، يلا بسيطة. لإلي بالأول.
عم تسمعي الكلمة برافو، هيك بدي اياكي. يعطيك العافية، شكرا، يسلموا. خلص اتركي، انتي تعبتي اليوم، انا بكمل عنك. اشتريتيه لأنه بيشبهني؟ لا، هاد بيكون صاحب البقالية. وهي شبهتها فيك؟ بظن إنه صاحبة محل الحلويات على الأغلب، ما هي؟ في أي شيء جديد؟ الشرطة عم تدور ولازم توصل لشيء. وكيف وضعه أمير؟ وضعه سيء كتير. حتى أنا كل ما بفكر بريحان بحس حالي عم بختنق عن جد، الله يعينه، كتير صعبة بصراحة. هذا مو طبيعي، بس رح أكسر القواعد هاي المرة. شو قصدك؟ عامل له مفاجأة، يعني يمكن رح تفرحهم لفترة قصيرة. عن جد؟ شو المفاجأة؟ خبرني. بقلك بعدين. كنت بدي قلك، معلش نحكي مشان أويا. حكينا بالموضوع وسكرنا. ايه بس أويا كتير مصرة. بعدين أنا ما بعرف مين هو الزلمة، صدقني ما عندي أي معلومة بتخصه. أنت مصدقني ما هيك؟ أنا بدي نام، كتير تعبان وبس بدي ارتاح. إذا بدك يعني سكر السيرة، بتجاوبني على سؤالي.
أي سؤال؟ هلأ نسيت سؤالي؟ سألتك إذا مصدقني ولا لا؟ ليش لحتى ما صدق؟ لا مو هيك، بدك تجاوبني من قلبك. طيب والله أنا مصدق، تسمحيلي فوت؟